الان ولا باش كدا، هذه ماشي. السلام عليكم خوتي خياتي، كيتسقسيني ولا كيتقول لي انت عندك الكوارث ولا ما عندكش الكوارث، انت حراق ولا مشي حراق، انت عندك الجنسيه ولا ما عندكش الجنسيه، عندي الكوارث ولا ما عنديش الكوارث، واش راني نقدم لك كمعلومات ولا ككوميدي ولا كسبور ولا كتحفيز؟ راح نبقى نقدمه يعني، ما عندها حتى دخل انا عندي كوارث ولا ما عنديش كوارث، حاجه الاولى. حاجه ثانيه، كيفاش ندير باش ندير فيزا للماريكان، كيفاش ندير باش نروح للماريكان؟ انا هنا نقدم لك الفن تاعي، انا هنا نحفزك، انا هنا نوري لك بالك انسان كان كيما انت، كان في الجزائر سعى وراه مازالو يسعى باش يحقق الحلم تاعو، انت راك تشوف فيه قدامك، هذا هو الاهم. يعني كواحد يمارس الفن ولا الرياضة ولا الكوميدي ولا التحفيز، تدي من عندي غير هذو الصوالح برك، هكذا بالك نعطيك النقايز هكذا، كيفاش تدير كيفاش هكذا. اما 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 الفيزا باش تجي الماريكان ولا باش كذا، هذه ماشي من صلاحياتي انا باش نقول لك، ولا تقدر تجوجلي، تقدر تروح للامباسات الامريكان يسقسي وك، تقدر تدير في اليوتيوب، كاين ناس مختصين في هذا المجال اللي يهضروا في هذا المجال. هذا مكان، هذا هو الاختصاص تاعي انايا يعني، اللي هو الرياضه ولا الكوميدي ولا التحفيز ولا نوري لك كيما قلت لك واحد كان كيما انت باش تتحفز منه، هذا مكان. اما صوالح داخليين، انا رجال في دوكا كي درت هذيك تاع يسالوني رجال يسقسوني اش كنت مزوج، انت واش دخلك انا مزوج ولا ماشي مزوج، ولا ما يعني الاسئله هذوما ما واحد ما يسقسيهمش هكذا. كيما انا متحفظ على انه نوري لك حياتي الخاصه ولا واش نخدم ولا كيفاش ندير باش ندير دراهم ولا واش ندير ولا يعني ما نوريلكش انا خصوصياتي، كيما انا ما نوريلك شو مرة مش مدخلك في الديزويت تلعب في الديزويت، ماذا بيك انت ثاني تحترم نفسك وتعرف قيمة، تعرف قدرك يعني، ومتسقسيش اسئلة اللي ليست لها معنى يعني، ما راحش تفيدك. لكن ما شحال من خطرة درت في اليوتيوب، قلت انا كيفاش جيت قصتي، كيفاش حتى جيت الامريكان وكامل راني قايلها في اليوتيوب، وعلى بالي بلي هادو الفولورز راهم جدد، يتسمى لي جدد راهم يسقسوا هاد لي كيسيون، على بالي بلي حيبقاو الناس تسقسي فيهم، ولكن حبيت ندير هذا ستوري باش الواحد برك باش تعرف بلي انا كيما نقول لكش ما عندكش الحق انت تعرف ولا تحب تعرف، هذه هي. وان شاء الله تكونوا فهمتوني. وايضا كنت قادر ما نديرش هذا ستوري، ولكن حبي ليكم وعلى بالي بلي كاين ناس اللي تسقسي صح من قلبها، حابه تعرف وكذا، وحابه ما عندكش انت علاك عرفت ولاش، والله ما كان والو. كنت في الجزائر كنت ندير الفن تاعي، الحمد لله انا فنان قبل ما نبدا في اليوتيوب ولا في الانستغرام ولا قبل ما تعرفني هنا، قبل ما نبدا السوشيال ميديا خوك فنان هكذا، واللي خدموا معايا في الرومانسيي ولا في بزاف بلايز في الجزائر، ولا اللي كانوا معايا في الفرقه تاع الانشاد يعرفوا باللي نمارسوا الفن من قديم الزمان. يعني كي كنت نمارس الفن تاعي في الجزائر جاتني الفرصه هذه تاع باش نجي الماريكان، وكيفاش درت فيزا ورحت سييت. انا نصدم، انا انسان نصدم، وما على بالي بحتى واحد، على بالي بحتى واحد، ما نسمعش الاراء الناس. صدمت، درت فيزا تاعي، السيد هذاك كيما راني نقول لك هضرت معاه، طحت له في القسطوط اني الفيزا سي بون، راك عرفت اني قلتها لكم كيفاش، عادي جدا. اسمع، ما من انت ولا انت تخممش في الحرقه ولا تروح في البوطي ولا اذا عندك دراما دوك، سي جرب تروح قانوني لكاش بلاد، ما تروحش حراق ولا تروح زعما بطريقه غير شرعيه ولا هكذا. وحاول انك تسعى في الجزائر، حاول انك تبذل مجهود في البلاصه اللي راك فيها، لانه السعي ربي راح يجازيك عليه في اي مكان، يجازيك عليه في دوار السعاده، ويجازيك عليه في نيويورك كي تسعى كي تحب تخدم، ربي يجازيك هكذا. اعلم بان هنالك البعض يقولون لو لم تكن في أمريكا لما تكلمت بهذه الطريقة، وأنا أقول لكم مساري الفني ومساري الكفاحي لبلوغ هدفي بدأ في الجزائر وليس في أمريكا، حتى
لو نرجع إلى الجزائر حاليا نواصل المسير أو نبدأ من الصفر ونواصل المسير ما دمنا على قيد الحياة وما دام فيك روح وتستطيع التنفس وتستطيع استنشاق الأكسجين فإنك تستطيع أن تقوم بالكثير من الأشياء. فقط أنت لا ترى إلا الجانب السلبي في حياتك. لو تذهب وتسأل الميت هذا إن استطعت أن تسأله تقول له ماذا تريد في هذه الحياة؟ تقول غير نولي حي برك باش نعاود ندير بزاف حاجات ما كنتش قادر نديرهم ولا ما كنتش لايك كنت اسمع راك حي انت راك حي صدقني غير في هذه الدنيا غير أي حاجة تحطها في راسك وتدورها في راسك وتخمم فيها بزاف وتسعى لها وتتعب على جالها صدقني باللي غير تحقق لك عام عامين 3 سنين 10 سنين تتحقق هذيك الحاجة انك راك تتعب ماكش تحلم انه sometimes مرات انت راك تحلم على حاجة وكاين واحد اخر راهو يخدم باش يسعى يوصل لهذيك الحاجة وانت راك غير تحلم. والان جيل الانترنت هذا يا ترك في العالم راك في عالم الانترنت راهو عندك كنز ما بين يديك اللي هو الهاتف تقدر دير بيه بزاف حاجات. يقول لك وما نيل المطالب بالتمني وإنما تؤخذ الدنيا غلابة إنما تؤخذ الدنيا غلابة. هذا الوالد كان دائما يقول لي هذا البيت من الشعر. تمناش أي حاجة لك حاب توصل لازم تتعب وجمع الباك خوتي خياتي تاع الباك. غادي نوجدكم إن شاء الله في فيديو تحفيزي للباك وإن شاء الله يفيدكم يا رب. هاك أمو نطلع لكم المعنويات تاع 2% ولا 3% تي مغو لغو زغو لا الفرنسي يعني كي نضربها قتلة على بالك بليك شايف لو كان ندخل في الكاركتر تاع الفرنسي جو تاما لافوري لا غد أول مرة نجيب داري نقول على فوري ربي يحفظك.